هيئة الرقابة المالية هي حريصة وهو الرقيب على كل شركات التمويل الاستهلاكي وبقية الأنشطة الغير مصرفية. النهاردة الهيئة من وجهة نظرها بعد ما منحت رخص لتقريبا 30 شركة موجودين وبيتعاملوا مع السوق المصري، كان رأي الهيئة إن هي تقف لفترة لتنظيم السوق بشكل جيد، وتقدر ان هي تبص على الملاءات الماليه للشركات واساليب المنح اللي هي بتمنحها للعملاء بتاعتها. فده في حد ذاته لتنظيم السوق. حته ان هي ممكن تجدد لفترات اخرى، ده هيرجع على حسب الشركات اللي موجوده، اذا كانت بتقدر تلجم السوق بشكل جيد ولا محتاجين شركات ومحتاجين لاعبين جداد يخشوا السوق المصري. ولكن سيد سعيد، ماذا يقول ذلك عن مستوى الرقابة والتشييك على الملاءة المالية سابقا عند منح الرخص؟ لا، هو الهيئة حريصة كل الحرص، بس حضرتك زي ما انت عارف السوق او قانون التمويل الاستهلاكي كان القانون رقم 18 ل 2020، وفي خلال الفترة اللي فاتت من 20 ل 24 شركات اشتغلت، شركات كانت أدائها جيد جدا، بس ده ما بيستدعي برضو ان كل فترة نبص على الأداء بتاع الشركات ونقدر نشوف. هو ما ظهرش أي نواحي سلبية، بس الهيئة تراءى ليها ان عدد الشركات اللي موجود، خصوصا ان تم منح بعض الشركات ولسه هتبتدي ان هي تشتغل مع العميل، فده في حد ذاته خلاها ان هي تقف لغايه لما تشوف السوق هيبقى شكله عامل ازاي. يعني هل تعتقد بانه عدد الشركات المرخص لها حاليا كافي لتغطيه هذا القطاع في مصر؟ هو الشركات دلوقتي كافيه، ويمكن في خلال الفتره اللي فاتت كان في رخص تم اغزاها من الشركات، والشركات في دورها ان هي تبتدي تتعامل مع العملاء. يعني قد يكون هذه وجهة نظر الشركات القائمة حاليا التي لا تريد منافسة جديدة للدخول معها على القطاع، يعني بالتالي لماذا لا تستطيع الهيئة مراقبة الملاءة المالية للشركات القائمة وبنفس الوقت منح التراخيص لمن يعني يفي بالشروط الموضوعة؟ أنا هقول لحضرتك 30 شركة ده رقم كبير جدا مش قليل، وفي بعض الشركات اللي هي يمكن لسه أدائها لسه قليل، فدخول لاعبين آخرين في السوق في الوقت الحالي أنا يهيأ لي رأي الرقيب إن هو كان لازم يعمل وقفة ويبص، وده في أي وقت ممكن يفتح تاني ويقدر إن هو يدخل شركات أخرى. سيد سعيد، هل لديكم أرقام أخيرة عن حجم التمويل الاستهلاكي في السوق المصري منذ بداية العام؟ طيب، عدد العملاء في زيادة، يمكن السنة اللي فاتت اللي استفاد من نشاط التمويل الاستهلاكي 1,986,000 عميل، السنة دي بزيادة، أنا بتكلم من بعمل مقارنة من يناير ليوليو عشان دي الإحصائيات اللي موجودة دلوقتي، يمكن الإحصائيات دي أدت السنة دي ل 2,127,000 دفع أعداد العملاء، وده في حد ذاته بزيادة 7.1%، وإجمالي التمويل يمكن في زيادة برضو زاد بنسبة 20%، وده الأرقام بتاعته يمكن المنح كان ب 29 مليار مقارنة بالسنة اللي فاتت 24 مليار و400 مليون.